العطس ليه اصوات كتيره، هتش هتش هتش، لكن الحاجه اللي كل الناس بتعملها وهي بتعطس من غير ما تاخد بالها انها بتغمض عينيها. ركز في العطسه الجايه، انت بتفتح عينك ولا بتغمض؟ النيوتيلا اكتشفت سنة 1944، يعني بعد الحرب العالمية الثانية، وكوقتها كان في نقص في الكاكاو، فجي خبازين كانوا عايزين يعملوا شوكولاتة، فجي خباز اسمه فريرو حط بندق على سكر على شوية كاكاو قليلين، ودي كانت البداية. بعدها الناس فضلت تجرب وتزود حاجات لغاية لما النيوتيلا طلعت فعلا من إيطاليا عام 1964. بتقص ضوافر ايديك كل قد ايه؟ طب بتقص ضوافر رجليك كل قد ايه؟ هقولك ليه؟ لانه ضوافر ايديك بتطول 4 مرات اسرع من ضوافر رجليك.